السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي. النهاردة بإذن الله جايبة لكم طريقة جميلة جدا جدا، روعة بمعنى الكلمة، بتشد تجاعيد البشرة مهما كان سنك فوق الستين. إن شاء الله الوصفة دي معجزة بمعنى الكلمة، إن شاء الله هتجيب معاكي نتائج حلوة جدا ومبهرة في شد التجاعيد، وكمان مفيدة جدا لجميع أنواع البشرة، وبتبيض لك البشرة جدا جدا، بتلاقي لون بشرتك مورد كده ومنور في نفس الوقت، جميلة قوي. تقدري تستخدميها من سن ال20 لغاية فوق سن ال60 كمان، وإن شاء الله مغذية قوي، بتدي نضارة وتغذية للبشرة. يا ريت كل السيدات والبنات يعملوها، إن شاء الله هتجيب معاكم نتائج حلوة قوي، وبتغذي البشرة كده. جربوها وان شاء الله هتحسوا بالنتائج من اول استخدام، بتحسي ان بشرتك بيضة ومنورة وكمان مشدودة جدا. حابة ارحب بيكي واقول لك نورتيني في القناة، بتمنى ان انتي تدوسي على زر اشتراك، وكمان لو سمحتي ما تنسيش تدعميني باللايك والشير للفيديو، واكيد هستنى كومنت حلو منك، واي طلبات برضو اكتبوها لي في الكومنتات يا جماعة. اول حاجه انا هستخدمها للوصفه بتاعتي، هبقى عاوزه حبه واحده من البطاطس، حبه متوسطه مش كبيره. البطاطس مفيده جدا جدا للبشره، بتبيض البشره وبتزيل اي تجاعيد موجوده، ومغذيه جدا للبشره. هبدا ان انا اغسل البطاطس قبل ما اقشرها، ده ضروري جدا في وصفات يعني اللي بنستخدم فيها البطاطس. وعايزه اقول لك ان معلومه، عموما لازم قبل ما تستخدمي البطاطس تغسليها قبل ما تقشريها، ده ضروري جدا. بعد ما بتقشري حبة البطاطس كده، بتبدأي ان انت تبشريها بأصغر عين عندك في المبشرة، علشان احنا عاوزين العصير بتاعها، مش عاوزين يعني عاوزين نستخلص اكبر كمية عصير من البطاطس. بكده انا بشرت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، تكون ناعمة علشان نقدر ان احنا ناخد العصير بتاع البطاطس. هجيب كده مصفى صغيرة وهبدأ ان انا انزل مبشور البطاطس كله كده او جزء منه، وابدأ ان انا ادوس عليه علشان اخد كل العصير اللي موجود في البطاطس كويس جدا. انا هنا خدت عصير البطاطس كله زي ما انتوا شايفينه كده. هعمل ايه؟ معايا حبة واحدة من البيض، هاخد البياض بس، البياض طبعا بيغذي البشرة جدا، الماسك ده مغذي جدا جدا للبشرة. هناخد البياض ونضيفه على عصير البطاطس او مية البطاطس. هبدأ ان انا افصل الاول البياض عن الصفار بالطريقة العادية خالص، بنفصل الصفار كده اهو، معايا البياض هبدأ انزله. ودلوقتي ابدأ ان انا اعمل عملية خلط كويس جدا، لان الصفار بياخد مدة عبال ما يختلط مع مية البطاطس. ممكن كمان تعملي نص الكمية دي، لانك مش هينفع تستخدمي الماسك ده لو اتبقى منه. بتبدأي تخلطي كويس جدا قبل ما تحطيه على البشرة علشان يكون المكونات بتاعتك امتزج كويس جدا مع بعض. بتمسكي طبعا بفرشة الماسكات بتاعتك او كمان بقطنة، وتدهني على بشرتك. بشرتك لازم تكون نظيفة كويس جدا، طبعا غسلها بالغسول بتاعك او بصابونة طبية ومنشفيها. وبتبدأي ان انتي تسترخي تماما تماما علشان الماسك كمان ما ينزلش من على وشك. حاولي ان انتي تسترخي، ما تحاوليش ان انتي تتكلمي او كمان تضحكي، علشان الماسك هيشدلك بشرتك فما ياخدش العلامات اللي ممكن تنتج عن الضحك او عن الكلام. فاسترخي خالص لمدة تلت ساعة لنص ساعة، وابدأي ان انتي تشطفي وشك، وبعد كده ترشي مية ورد. وطبعا بعد مية الورد ما تنشف ترطبي وشك عادي، بتحسي بتغير كبير جدا في بشرتك. ما ننساش طبعا مية الورد والترطيب برضو مهم قوي حبايبي.
يا رب تجربوا الماسك ده، ان شاء الله هيعجبكم جدا وهينال رضاكم. عايز اقول لكم ان مي مبشور البطاطس ده ممكن تحفظيه عندك في الفريزر، تحطيه ككمادات كده على الكدمات وهالات تحت العين، كمان حلو قوي. وبالنسبة برضو للصفار علشان ما نرميش اي حاجة يا جماعة، بتستخدميه لماسك بس لماسك لشعرك، بتضيفي عليه ربع كوباية من زيت الزيتون او زيت السمسم، وتبدأي ان انتي تحطيهم على شعرك، برضو بيفرد ويغذي الشعر جدا. حبيت بس ان انا اقول لكم على الفوائد بتاع مبشور البطاطس ديت برضو علشان ما ترموهاش قصارى، لان هي مفيدة جدا جدا. يا رب تجربوا الماسك ان شاء الله هيعجبكم. بتستخدموه قد ايه في الاسبوع؟ بتستخدموه من مرتين لثلاث مرات زي ما قلت، طبعا بيفيد التجاعيد وكمان بيغذي ويوحد لون بشرتك. ما تنسوش تكتبوا لي ارائكم في الكومنتات، وكمان لايك وشير للفيديو لو سمحتوا، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما بتقشري حبة البطاطس كده، بتبدأي ان انت تبشريها بأصغر عين عندك في المبشرة، علشان احنا عاوزين العصير بتاعها، مش عاوزين يعني عاوزين نستخلص اكبر كمية عصير من البطاطس. بكده انا بشرت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، تكون ناعمة علشان نقدر ان احنا ناخد العصير بتاع البطاطس. هجيب كده مصفى صغيرة وهبدأ ان انا انزل مبشور البطاطس كله كده او جزء منه، وابدأ ان انا ادوس عليه علشان اخد كل العصير اللي موجود في البطاطس كويس جدا. انا هنا خدت عصير البطاطس كله زي ما انتوا شايفينه كده. هعمل ايه؟ معايا حبة واحدة من البيض، هاخد البياض بس. البياض طبعا بيغذي البشرة جدا، الماسك ده مغذي جدا جدا للبشرة. هناخد البياض ونضيفه على عصير البطاطس او مية البطاطس. هبدأ ان انا افصل الاول البياض عن الصفار بالطريقة العادية خالص، بنفصل الصفار كده اهو معايا البياض، هبدأ انزله. ودلوقتي ابدأ ان انا اعمل عملية خلط كويس جدا، لان الصفار بياخد مدة عبال ما يختلط مع مية البطاطس. ممكن كمان تعملي نص الكمية دي، لانك مش هينفع تستخدمي الماسك ده لو اتبقى منه. بتبدأي تخلطي كويس جدا قبل ما تحطيه على البشرة علشان يكون المكونات بتاعتك امتزج كويس جدا مع بعض. بتمسكي طبعا بفرشة الماسكات بتاعتك او كمان بقطنة، وتدهني على بشرتك. بشرتك لازم تكون نظيفة كويس جدا، طبعا غسلها بالغسول بتاعك او بصابونة طبية ومنشفيها. وبتبدأي ان انتي تسترخي تماما تماما علشان الماسك كمان ما ينزلش من على وشك. حاولي ان انتي تسترخي، ما تحاوليش ان انتي تتكلمي او كمان تضحكي، علشان الماسك هيشدلك بشرتك فما ياخدش العلامات اللي ممكن تنتج عن الضحك او عن الكلام. فاسترخي خالص لمدة تلت ساعة لنص ساعة، وابدأي ان انتي تشطفي وشك، وبعد كده ترشي مية ورد. وطبعا بعد مية الورد ما تنشف ترطبي وشك عادي، بتحسي بتغير كبير جدا في بشرتك. ما ننساش طبعا مية الورد والترطيب برضو مهم قوي حبايبي. يا رب تجربوا الماسك ده، ان شاء الله هيعجبكم جدا وهينال رضاكم. عايز اقول لكم ان مي مبشور البطاطس ده ممكن تحفظيه عندك في الفريزر، تحطيه ككمادات كده على الكدمات وهالات تحت العين، كمان حلو قوي. وبالنسبة برضو للصفار علشان ما نرميش اي حاجة يا جماعة، بتستخدميه لماسك بس لماسك لشعرك، بتضيفي عليه ربع كوباية من زيت الزيتون او زيت السمسم، وتبدأي ان انتي تحطيهم على شعرك، برضو بيفرد ويغذي الشعر جدا.
حبيت بس ان انا اقول لكم على الفوائد بتاع مبشور البطاطس ديت برضو علشان ما ترموهاش قصارى، لان هي مفيدة جدا جدا. يا رب تجربوا الماسك ان شاء الله هيعجبكم. بتستخدموه قد ايه في الاسبوع؟ بتستخدموه من مرتين لثلاث مرات زي ما قلت. طبعا بيفيد التجاعيد وكمان بيغذي ويوحد لون بشرتك. ما تنسوش تكتبولي ارائكم في الكومنتات، وكمان لايك وشير للفيديو لو سمحتوا. واشوفكم على خير في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.